مهم. انا قلت لك تنوريك داك الفيديو انت واش كيقطعوا كيدبحوا؟ انت غتشوفي، انت غتسجلي هذا الشيء وغتسمعي الناس واش كيدبحوا. ما كيبقاوش في الفول. فين كيمشيو؟ ما عرفت اختي، كيقول لك كيدوهم للدواور ويدوهم يقزروهم كيبيعوهم. كي باش يقزروا ما يمكنش العود، راه ما كيتنكلش. لا حتى نوريك شي فيديوهات غتشوفي. واه هذا هو العود اللي داو ليك، هذا ولا هذا؟ هذا ما سبحان الله فحال فحال. لا هذا كيتفرقوا غير في كاين فرق بيناتهم غير في الرجلين. هذا رجلي فيهم الصفر وهذا رجلي كامل بيض. لا هذا محني ليه. كدروا ليه الحنه؟ هذا محني ليه. سبحان الله. هذا دابا من الا ما زربتش عليه من هنا لثلاث ايام ما غيبقاش في الفوريا. ياك دابا راه كيبدا العود الثاني اللي داو ليك اختي. هذا الثاني شنو كيديهم ليك؟ دابا الاول كنت كندي ليه النخاله. كنت حاضيه. من بعد هما يقولوا للاساس ما تبقى تخلي حتى شي واحد يدخل ياخذ النخاله، زعما يدخل النخاله للعود. واش كنقول لك دابا؟ وليت كنجي كيقول لي الاساس ما بقى، لا قالوا لنا ممنوع تدخل النخاله الماكله ديال الخيل. ايه سيري بحالاتك وكيدفع عليا الباب. حيت انا كنجي تفقد الامل في العود الاول. مشاهدي قناه زيد حتى يا اختي عافاك، مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشر معكم من منطقه مراشد مدينه الدار البيضاء. شوف تي في غتتعرفوا معايا على هاد الشابه هادي اللي كدير يعني الفن ديال التبوريضه. عندها مجموعه من 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 الخيل، يعني عندها الخيل بزاف. ف قبل كنا صورنا معها بخصوص العود ديالها اللي داوه ليها واللي مازال الان ما رجعوش ليك. مازال حتى دابا ما خداتوش للاسف. وعندنا الان دابا للاسف توصلنا انها خداو ليها هاد العود حتى هو، يعني هذا العود الثاني اللي يعني داوه ليها. ما شنو السبب؟ ما الله اعلم. السلام عليكم اختي. السلام اختي. كيبقيتي بعدا شويه اختي؟ شنو نقول لك كيبقيتي كيبقى خاطرك؟ انا تنقاسي من العود الاول زادوا حتى العود الثاني. وداو لينا دابا نهار الجمعه. ان شاء الله نهار الجمعه. نهار الجمعه اللي فات. اه مشيت لقيته في الفوريان كاين. من هنا لواحد يومين ولا ثلاث ايام يقدر ما يبقاش. علاش اختي؟ حيت كنت انا كنراقب العود ديالي الاول. هذاك الدهم كنمشي كندي ليه النخاله. من بعد ملي شافوني ديما كنمشي ديما كنمشي، وما يقولوا لذاك العساس قالوا لي شوف ما تبقاش تخليها تعطيك الماكله للخيل وقول ليها ممنوع الماكله تدخل للخيل. كنجي ما كيخلينيش ندخل. وكاع هذوك اللي كيجيو هذوك القايد اللي كيجيو هذوك اللي كيجيو كيجيبوا الخيل كيشوفوني يوميا كيقول لهم هذه مالها مبرزطه هذه البلاصه. كل مره عاودي 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 سيري بحالك سيري جيبي لينا ورقه. مني مشيت انايا عند انت كديري التبوريضه. يعني شحال عندك من عود تبارك الله؟ ودابا انا دايره فرقه البنات وكنت كنتمنى انا نزيد الخيل. يعني تبارك الله كنت كنتمنى انا نزيد مازال الخيل حيت عندي البنات بزاف. والساعه ملي بداو هما تينقصوا لينا قال لك لا واحد. قال لك لا ما يمكنش الخيل. حنا اختي راكي عارفه هي ملك الدوله اختي. شكون الدوله؟ هادو السلطات. انا ملي مشيت عند القيد ديالنا ديال حي الفلاح. هو اللي دا لي العود لدهم. عطاني ورقه هاي نوريها. هي عندي الورقه خلاتها نشوفها من بعد. عندي الورقه اللي القيد الاول اللي دا لي العود قال لي راه عودك في الفوريان. صافي هي فاش مشيت للفوريان بقيت انا العود ديالك اختي. شنو السبب؟ العود الاول دابا انا عرفته ما بقاش كاين في الفوريان. هذاك الدهم ما بقاش عندي. الناس اللي شافوني كندخلوا دوك القودات اللي كاينين تمايا داك القايد كانوا كيشوفوني كنجي على العود الاول. من بعد حبسوني ما عرفتش اختي. سمعنا شي اخبار صوري الناس اللي مشات لها الخيل ديالها من تما. وغتسمعي واخا وانت الخيل ديالك فين كان باش داو لك السلطات؟ العود الاول كنت كندرب بهم. وهذا انا جايبها ثاني على واحد الحفل وعلى حساب باش نعوم المكان اللي داو ليك العود الثاني. جيت الهراويين. اييه كان عند ولد خوك. انا قلت لي سير جيب لي العود راني باغا ندي واحد الحفل باش نعومو، وفي نفس الوقت حتى هو كنديروه باش كيمشي يجيب لي به بحال هكا داك الزرع ديال. شحال دابا عندك هذا العود؟ هذا شحال كبر معاك؟ حتى هو راه من الصغر من الصغر وحنا معاهم. هما هاد العود هذا راه انا تبارك الله هو معاك. هاد العود دابا راه كاين الا جاو بغاو يشوفوه دابا راه كاين في الفوريان علينا. واحد تيقولوا لي بوش تا ما تقوليش لي غير الاسم عافاك. دا مشى داو في الكاميو ديال اللي مولاه كيقزر دخلوا الفوريان. وانا سامع شي اخبار على هاد السيد خدام معاهم ولكن كيدخلوا الخيل الفوريان ما كترجعوش تشوفوهم. من بعد انت علاش ما كيرجعوش لكم الخيل ديالكم؟ لا كتضرب عندهم واحد المده. ما كتبقيش عارف العود ديالك فين مشى. كاين اللي كيقول لك داوهم للدواور، كيقول لك عطوهم للمزاره، انت خاسر عليه الثمن. و
اختي كيقول لك كيعطوا العود ساوي الثمن كيعطوه لواحد مثلا ب 4000 ريال هكا 4000 ريال انت دابا ديالك عاود ساوي الثمن انت معذبه عليه ومحن عليه وديالك ياخذوا كيقول لك حقها كيجيو شي جمعيات ما عرفتش شنو داك الشيء ما يمكنش العود خصو يرجع لك قال لك العود الاول والعود الثاني ديالك في الملكيه ديالك خصهم يرجعوا لك هادشي اللي كنعرفوا حنايا شنو السبب اللي غتخلي السلطات انت محن عليه دابا انهم يحيدوا يعطوك بعدا واحد الدرس انه داك العود مثلا راه ما خصوش يكون في ديك البلاصه ولكن باش يحرموك منه بصفه مطلقه ما ترجعش تشوفيها ما كنظنش انه لا هذا هو القانون اللي دابا كاين قال لك العود ديالك مشيت وقلت لي ما ودي راه ساهل الانسان ياخذ لك واحد الحاجه وتجيه بارده انت محن عليه ومكرفس عليه وكترزق بها انا راه عندي هاد الخيل ديالنا راه كنخدم بهم انا وخويا كنتبورد يعني بهم خويا حتى هو مسكين تيخدم به عنده سبعه الوليدات حتى هو تيترزق به الله تيدي الحفلات الطهير هو العيشه ديالته ما عنده حتى شي صنعه هذا الاخ ديالي تقولي السلطات اختي اللي داو لك اختي تنقول لهم انا راه بغيت العود ديال الخيل ديالي بجوج العود ديالي ها هو الكاميون اللي داه مولاه قزار دخلوا الفوريان شفتوا راه كاين قزار واش دخل مع السلطات كاين معاه مخدم الخيل ومن بعد ما عرفتش كيوقع الخيل المهم انت هادشي غتشوفيه المهم ان شاء الله حتى نوصلوا الخبر ليقين ونشوفوا بصح هاد سميتو الخيل اللي ما كيرجعش لانه الا بقى في الفورين راه خصو يحول الماكله حيت اختي حنايا حيوان وخاص انتي اختي خاصك تعرفي واحد القضيه حنا اختي في بلاد المسلمين ياك تصوري ان بهيمه اشنو دار الفوريان علاش تمشي تتموت بالجوع كاينه جمعيه كتجي قالت لك كتجيب لهم هادشي اللي قال لي العساس يعني ماشي الماكله اللي كنعطيو حنا لخيلنا تنخافوا عليهم وتنوكلوهم وتنشربوهم تيجيو تلوحوا لهم داك الشيء هما خيل بكثره بهيمه علاش البهيمه كتدفع الثمن؟ دابا اختي خلاه لك الوالد ديالك الوالد ديالك كان خيال ياك؟ ودابا هذه هي الصوره ديالو ياك؟ ياك اختي؟ هذه هي الصوره وحتى هذا العود الاخر توا في الخطأ هذا هو سميتو العود اللي داو ليها السلطات واللي للاسف هانتوما نقربوا لهم في الكاميرا شوفوا معايا مشاهدي قناه شوف تي في هذا هو عود اخر هو هذا اللي داو ليها الدريه اللي معنا الان راه مسكينه تحماق عليه يعني غتحماق عليه لانه راه ما يمكنش راه حنا عارفين بانه العود راه بحال ولدك بحال ولدك ولا بحال بنتك راه الخيال تقيسيه في عينه ما تقيسيش في عوده زيد حدايا شويه اختي عافاك هنا واخا اليوم شفت بغيت تخلي السلطات اختي بغيت الخيل ديالي يرجعوا العود ديالي الدهم العود ديالي الابيض ها هو كاين حاليا ولكن راه الا تعطل ما نادي راه ما غنسمحش انا في خيلي كنادي على سيدنا يشوفني كنادي على المسلمين على الانسانيه يتيمه انا راه انا يتيمه ما يمكنش انا يديو ليا خيلي ببروده لا غنقيو الدار بيضاء واش غتنقي الدار بيضاء بعرق الناس واش غادي تاخذوا خيل واش عباد الله تاخذوا خيل بارده لا ما يمكنش عطيونا فرصه نبيعوهم حتى حنا نستافدوا من حاجتنا اللي هي ديالتنا والحق ديالنا اما باش واحد المسكين اللي غادي تمشي ليه ديالته ومن بعد تعطى لواحد اخر بسهله ثمن غير مناسب دا. ويكون بثمن ولا ماشي بثمن شي حاجه اللي ماشي ديال شي واحد ماشي من حقه اصلا حنا في بلاد المسلمين ما خاصش الخيل ديالنا تمشي الخيل ديالنا ما تمشيش الا ما بغيتوهاش تبقى تعطيونا فرصه كيجيو السلطات ياخذوا لكم العود ديالكم ياك واش كيعلموكم قبل بعدا واش كيعطيكم بعدا واحد وهما راه عالمين كيقول لك الخيل ما تبقاش ولكن انا راه غير بوحدي راه ما عنديش كي غندير من ليله ونهار غنقلب فين غنحطهم بالزربه الخيل عندي انا راه متشرده انا راه جيتي تشوف التوام ديالو ها هو هذا لا جيتي تشوفيه راه حالته موسخ توسخ لينا كنمشي نبغي نجيبو ثاني احد الدار نعومو كنخافهم ثاني يديو ليا اللهم تخليه يبقى مسكين مرمد كل فتره تقولي غيدوا لي عاود غيسالوا لي كاملين وهذا الشيء اللي كيبان لي يا اختي قال لك وبهيمه شنو ذنبها شنو ذنب البهيمه انها حتى هي كتشد في الحبس علاش كتعاقبوها هي رساله وصلت شكرا لك اختي مشاهدي قناه شوف تي في كما شفتوا معايا هذا نداء للسلطات شنو الاسباب اللي كتخليهم انهم يديروا بحال هكا رجعوا ليها العود ديالها لانه ما من حق حتى شي واحد انه ياخذ ليها شي حاجه ديالها فما كانت لا عود ولا بغل ولا ايا كان ايا كان هناك قرارات نعم هناك قرارات ولكن هذه القرارات خصنا قبل ما نطبقوها تكون واحد الاجراءات ما يمكنش دابا السيده هاي غتحمق عليه غتحمق على العود ديالها لا الاول ولا الثاني الاول ما بقاش كتشوفه منعوها من انها كما قالت لنا منعوها انها تدخل لهم الماكله والعود الثاني ها هو الدو فين كيمشيو هاد الخيل هذا فين كيمشي هذا فاش ما كيرجعش للموالي فاش ما كيرجعش للموالي فين كيقدر يمشي هذا هو السؤال اللي غنطرحوه واللي غيبقى ختام في هاد اللايف هذا فالى اللقاء.